السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. اليوم غادي نشوفوا واحد دالة علاقتها ب ان، يعني دالة اون فونكسيون دو ان فون اكس. المهم كتكتب لي على شكل ان سيغ ان بلس اكس على بيسونس ان غاسين انيام ديال ان بلس اكس على بيسونس ان. كيف ما كنشوفوا بان مجموعة التعريف ديال هاد الدالة هادي هو ان لو نوميراتور ديفيرون دو زيرو، وباش يكون ديفيرون دو زيرو اون بلوس خص يكون هاد الوسط الغاسين خص يكون بوزيتيف، مفهوم؟ وعندي هاد ان بلوس اكس على بيسونس ان متعاودة ليا، يعني خص يكون هاد ان بلوس اكس على بيسونس ان ستريكتومون بوزيتيف، مفهوم؟ دونك خص يكون ستريكتومون سوبيريور ا موان زان، و موان زان عندو علاقة بان، يعني كاين شوية ديال الديرونجمون، مفهوم؟ حيتاش ان اصلا ينتمي الى ان مجموعة الاعداد الصحيحة الطبيعية، ولكن هما عطاونا ان اكس ينتمي الى زيرو ان، دونك هنا هنا، مفهوم؟ السؤال الاول قال لك سيدي بين بان لانتيغرال ديال ان سور غاسين ديال غاسين انيام ديال ان بلس اكس على بيسونس ان كيساوي هاد العجب هذا، مفهوم؟ ومن بعد قال لك انطلاقا من البرهان الاول نستنتجو لانتيغرال ديال اف ان دو اكس، حيتاش اصلا لانتيغرال ديال اف ان صعيب نلقاه، يعني صراحه هذا خص تكون مشاجيني، يعني خص تكون شي حاجه في شكل باش تلقى لانتيغرال هذا، مفهوم؟ معيناش الشباب، يمكن لكم تحبسوا الفيديو وتجاوبوا على التمرين، تحاولوا معاه ومن بعد تشوفوا لا كوريكسيون. نبداو بتصحيح على بركة الله. صحيح، اولا نبينوا هذا العجب هذا، مفهوم؟ يعني نحاولوا نبداو من لانتيغرال ديال هذه نشوفوا واش كتساوي لنا هذا العجب. نبداو بسم الله. المهم لانتيغرال من 0 حتى ل 1 ديال ان سيغ غاسين انيام ديال ان بلس اكس على بيسونس ان دي اكس، مفهوم؟ دونك هادي اللي عندي الداخل، يمكن لي نكتبها على واحد الشكل اخر، نخلي لانتيغرال من زيرو حتى ل ان. هادي غاسين انيام، شنو هو غاسين انيام؟ يعني اي ان بلس اكس على بيسونس ان لو تو على بيسونس ان سيغ ان، ياك هذاك هو الشيء اللي كيعني غاسين انيام. دونك اللي في المقام يمكن لي نترونسفيري، يعني نردو الموان، دابا نطلعو الفوق نضرب في الموان، مفهوم؟ حيتاش عندي بأن ان سيغ اكس على بليسونس ان هي اكس على بليسونس موان ان، هادشي هاد الشباب ديال الإعدادي. دونك اش غتساوي؟ نكتبو هنا قدامها، هي لانتيغرال من زيرو حتى لان ديال ان بليس اكس على بليسونس ان على بليسونس موان ان سيغ ان دي اكس، ياك؟ دونك هادي واحد الفونكسيون على بليسونس واحد الفا، ولكن خص تكون عندي واحد اف بريم، هذه المشتقه ديالها ما عنديش، مفهوم؟ يعني إيه عندي المشتقه ديال الداخل هو اكس على بيسونس ان، الديريفي ديالو اللي هو ان على اكس على بيسونس ان موان زا، ما عنديش هنا، يعني ما يمكنش يعني نستعمل الحساب المباشر. دونك تغيير متغير ما كاينش كيفاش، يعني غنحاول ندير المكامله باجزاء، مفهوم؟ دونك ناخذ نضع يو اكس كيساوي اش غادي ناخذ؟ ما كاين ما ناخذ غير هاد لا فونكسيون هادي اللي عندي، نحطها كما انزلت، يعني هي ان بلس اكس على بيسونس ان لو تو على بيسونس موان ان سيغ ان، المشتقة ديالها او بريم دو اكس اش غتساوي؟ دونك هادي اف على بيسونس الفا، يعني كنزل داك ان، يعني هي موان ان سيغ ان فوا اف بريم اللي هي ان اكس على بيسونس ان موان زا، ان فوا اكس على بيسونس ان موان زا، هادشي جودا اف كاملة اللي هي اي ان بلس اكس على بيسونس ان، وكنقص ان من هاد البويسونس، يعني موان ان سيغ ان نقص منها واحد، النوميراتور هو ان موان زا موان ان، دونك هي موان ان بلس ان لو تو سيغ ان، مفهوم؟ دونك هي موان ان بلس ان سيغ ان، دونك او في بريم هاد ان غنختزلها مع هاد ان هادي ياك الشباب، تعطيني هي موان اكس على بيسونس ان موان زان فوا هاد العجبة هادي، دونك في بريم د اكس غناخد هنا هو واحد، مفهوم؟ والدالة الأصلية ديال واحد اللي هي في د اكس كتساوي ديريكتومون اللي هي اكس، مفهوم؟ دونك هاد لانتيغرال اش يساوي؟ دونك إلا عطيتو سميتو واحد اي لانتيغرال غيساوي هو كيما كنعرفو مكاملة بأجزاء هي في فوا او، يعني اكس فوا هادي ما بين لي بورن، دونك اكس فوا ان بلس اكس على بيسونس ان موان ان سيغ ان اونتخ زيرو اي ان، مفهوم؟ موان في فوا اي بريم،
او لانتيغرال ديالها موان لانتيغرال من زيرو حتى لان ديال اش اكس فوا اكس هي فوا اكس على بيسونس ان موان زان. ملي غنزيد ليه واحد في البويسونس يعني ديال هاد اكس هادي غتمشي ليا موان زان مع ان، غتبقى لي غير اكس على بيسونس ان، مفهوم؟ اكس على بيسونس ان فوا ان بلس اكس على بيسونس ان à la puissance moins n plus 1 sur n. ياك ولكن واحد الموا كاينه ليا هنا، دونك غتكون واحد الموا مع هاد الموا غتولي بلوس، ديريكتومون غتولي بلوس، مفهوم الشباب؟ دونك كيف ما كنشوفوا هاد هادي يمكن لي نحسبها، يعني هادي هي كونت اف، كندير اف دو بي هاد البورن الاول ناقص اف دو هاد البورن الثاني، نعوض فيما بالي اكس نعوض ب 1، يعني 1 1 بلس 1 سي 2 او بون 2 2 على بوسونس موان زان دومي موان زان سور ان، دونك هي 2 على بوسونس موان ان سور ان. ياك الشباب موان 0 0 فوا هادي عجب يعطينا 0، دونك هي هادي، دونك هادي راه غادي نعرفو كيفاش كتساوي لنا. دونك بلوس لانتيغرال من 0 حتى ل 1 اكس على بوسونس ان فوا 1 بلوس اكس على بوسونس ان موان n plus 1 sur n. هادي الشاب كيف ما كنشوفو هي f دو x، مفهوم؟ دونك الا خليتها كيف ما كانت في الاول يعني على هاد الشكل هادي، هادي يمكن نكتبها لا حيت انا بغيت نبين f دو x، حيت هادي اصلا لا هي 1 sur راسين انيام ديال 2، دونك هادي راه هادي راه هي 1 sur راسين انيام ديال 2 ياك. بلوس لانتيغرال من 0 حتى ل 1 ديال اكس على بيسونس ان فوا هادي، هادي يمكن لي نكتبها على واحد الشكل اخر غير انا جمعتها، دونك هي 1 بلس اكس على بيسونس ان ديال اش من قبل راه درت موان زان سيغ ان موان زان، مفهوم؟ يعني خليها كيما هي موان زان. ياك الشباب دونك هادي شنو هي؟ الا بغيت نفرق ا على بيسونس بون دونك عندي ها ا على بيسونس ان بلس ام، اش كتساوي؟ هي a على بيسونس n جودا a على بيسونس m، ياك نفسها عندي هنا هذا هو m n هذا هو m، مفهومه؟ يعني 1 بلس x على بيسونس n موان 1 سيغ n على بيسونس موان 1 سيغ n فوا 1 بلس x على بيسونس n على بيسونس موان 1، مفهوم؟ اش غتساوي؟ هذه هي لو غاسين انيام، دونك لوغاسين انيه مع هاد المو، يعني غير ينزل لي المقام، يعني 1 سيغ 1 بلس اكس على بيسونس ان غاسين انيام، يعني 1 سيغ ان هي نفسها الغاسين انيام فوا هادي هي المقلوب ديالها موان زان يعني المقلوب، يعني فوا 1 موان 1 بلس اكس على بيسونس ان، مفهوم؟ اللي هي هادي هي 1 سيغ 1 على بيسونس 1 سيغ ان اللي هو غاسين انيام ديال 1 بلس اكس على بيسونس ان. ياك الشباب بلوس او فوا فوا هاد لابارتي اللي بقات لي هي 1 بلس اكس على بيسونس ان، دونك هادي هي اكزاكتومون اف دو اكس، مفهوم؟ هي اف دو اكس، شوف الشباب الا كانت واضحه هنا هي اف دو اكس، مفهوم؟ دونك هادي كيف ما لقينا انها هي مضروبه في اكس على بيسونس ان، دونك نكتب اف نعوض هاد لابارتي اللي هي هادي باف دو اكس ديريكت او اف ان دو اكس دي اكس، مفهوم؟ دونك هاني بين داكشي اللي طلبوا مني، يعني ان لانتيغرال من 0 حتى ل 1 يساوي 1 سيغ غاسين انيام ديال 2 بلوس لانتيغرال من 0 حتى ل 1 ديال اكس على بيسونس ان اف ان دو اكس دي اكس، دونك ومنه توصلنا النتيجه المطلوبه، مفهوم؟ انطلاقا من هاد البرهان نحاولوا نستنتجوا لانتيغرال ديال اف دو اكس ديال اف ان دو اكس، مفهوم؟ دونك ثانيا استنتاج، الاستنتاج يعني غادي نحاولوا نستعملوا هذاك البرهان اللي توصلنا ليه. ياك الشباب دونك كيف ما كنشوفوا ان اف ان دو اكس هي علاقتها بهاد لانتيغرال هذا هو راه نفسه غير مضروبه في 1 سيغ 1 بلس اكس على بيسونس ان، ياك دونك الا ضربت في هنا في 1 بلس اكس على بيسونس ان غيعطيني ديريكتومون هادي، ياك الشباب، ولكن باش نضرب فيها ماشي معقوله. شوفوا معايا دونك غادي نحاول نضرب في 1 بلس اكس على بيسونس ان ياك فوا اف ان دو اكس ياك، اش غتساوي؟
غتساوي لي غتختزل لي ديك 1 بلس اكس على بيسونس 1 غتولي هي 1 سيغ راسين انيام ديال 1 بلس اكس على بيسونس 1 ياك. ولكن خص تبقى عندي انا اف ان دو اكس، دونك ضربت هنا في 1 بلس اكس على بيسونس ان، غنحاول نقص اكس على بيسونس ان ياك. دونك لا بارتي الاولى تنشرات لي عطاتني هاد لا بارتي، ودونك موان مع هادي موان اكس على بيسونس ان اف ان دو اكس ياك، اللي كتساوي ديريكتومون اللي هي اف ان دو اكس، مفهوم؟ يعني بحال ما درت والو، دونك غير ضربت انا في هذا الجداء هذا، ضربت في لو ان راه عندي عادي، زدت اكس على بيسونس ان ونقصت اكس على بيسونس ان باش نحاول ان تبقى عندي اف ان دو اكس اللي هي نفسها، مفهوم؟ دونك غير حاولت انا فرقت هاد اف ان دو اكس او كتبتها بهذا الشكل هذا، حيتاش ديجا عندي لانتيغرال ديال هذا معروف، دونك كنحاول انني وهاد اكس على بيسونس ان اف ان دو اكس راه كاينه عندي، راه كاينه عندي لانتيغرال ديالها، مفهوم؟ دونك اش كيعني لانتيغرال ديال اف ان دو اكس؟ لانتيغرال ما بين 0 و 1 ديال اف ان دو اكس شنو هو؟ هو الانتيغرال ديال هادي ياك، او الانتيغرال ديال هاد العجب هذا، الانتيغرال من 0 حتى ل 1 ديال اش؟ ديال 1 بلس اكس على بيسونس ان موان اكس على بيسونس ان، بحال ما درت والو، زدت ونقصت موجوده اف ان دو اكس دي اكس ياك، هادي سمحوا لي انا واحد دي اكس اللي كتساوي ديريكتومون اللي هي نعوض هادي، هي الانتيغرال من 0 حتى ل 1 ديال 1 سيغ غاسين انيام ديال 1 بلس اكس على بيسونس ان دي اكس ياك. كنعرفوا لا لينياريتي ديال الانتيغرال، يعني الانتيغرال ديال لا سوم هي لا سوم ديال لي زانتيغرال، يعني الانتيغرال يتفرق ليا موا الانتيغرال ديال لا بارتي التانية اللي هي اكس على بيسونس ان اف ان دو اكس دي اكس اونتخ 0 اي 1، مفهوم؟ والانتيغرال ديال هذا عندي انا ديجا، هو اللي بينت، يعني كيساوي 1 سيغ غاسين انيام ديال 2 بلوس هاد العجب هذا، دونك نعوض، دونك سو كي ايكيفالون لانتيغرال ما بين 0 و 1 ديال اف ان دو اكس دي اكس اش كيساوي؟ هي كما قلنا نعوض لانتيغرال ديال هذا، نعوضو بداكشي كيساوي، هادي نعوضها بالقيمة ديالها هي اللي هي 1 سيغ غاسين انيام ديال 2 بلوس لانتيغرال ما بين 0 حتى ل 1 ديال اكس على بيسونس ان اف ان دو اكس دي اكس، وندوز لا بارتي التانية اللي هي موان لانتيغرال ما بين 0 حتى ل 1 اكس على بيسونس ان اف ان دو اكس دي اكس، مفهوم؟ لحد الساعة هادشي واضح، كيف ما كنشوفو هادي هي لوبوزي ديالها، دونك غتختزل صافي الشباب. دونك لانتيغرال ديال اف ان دو اكس كتساوي هي 1 سيغ غاسين ديال ان غاسين انيام ديال 2. دونك ومنه لا كونكلوزيون كو لانتيغرال ما بين 0 حتى ل 1 ديال اف ان دو اكس دي اكس كيساوي اكزاكتومون اللي هو 1 سيغ غاسين انيام ديال 2. ومنه توصلنا لانتيغرال صراحة على سلامتنا، حيت هاد الانتيغرال هذا راه صعيب بزاف، يعني باش يعطوك سؤال بحال هكا مباشر راه غتبقى كتشوف فيه، يعني صعيب تلقاه الا ما العم عطوك بحال هكا، يعني كيعطيك اسئله من قبل باش تحاول توصل للانتيغرال، مفهوم؟ حيت هادو تمارين يعني من الدرجه الثالثه، يعني من نادر ما كتحطو في الوطني بحال هاد الشكل هذا، هادو غير بحال الانسان باش يافونسي شويه وباش يكون عنده ليسبري ماتيماتيك، باش حيت بحال هاد الطرق هادو كنهضر مع الناس ديال السيونس مات اللي بغي يشوفوا لقدام، يعني اللي بحال هاد لي كونديسيون هادو يحاول الانسان يعقل عليهم، علاش لا يحفظهم، ما فيها حتى شي اشكال الانتيغرال ديال هادي، علاش؟ المهم غير يعقل عليها على لاستيس باش يفرق هادو، المهم كاين دي كونديسيون، فهم الشباب؟ حيت اصلا كيف ما كنعرفوا الشباب راه ديجا درتهم في فيديوهات من قبل، ان اي فونكسيون تعطات لي على شكل جداء في المقام كنحاول نفرق المقام تكون عندي على شكل صوم، مفهوم؟ هادي راه ديجا درتها في الفيديو اللي من قبل، ان اي فونكسيون اف كتكتب لي على شكل 1 سيغ واحد ا اكس بلس بي فوا واحد سي اكس بلس دي، المهم ولا سي اكس كاري ولا شي حاجه، المهم كنحاول نفرقهم، هادي هي لاستيوس، يعني ندير واحد الفا ولا بيتا ولا واحد كونت ا سيغ ا اكس بلس بي وندير بلس بي سيغ سي اكس بلس دي، هادي ديما كان انسيستي عليها باش تحاولوا الشباب نتوما
تستعملوها بزاف حيت كتنفع في الانتيغرال. مفهوم الشباب؟ كدير هذا او هذا بي وهذا او بي كتجبدهم، يعني غير يدي لك شويه الوقت ولكن غادي تلقى سيغمون انك غادي تلقى الانتيغرال. مفهوم؟ دونك نتمنى ان يكون هذا التمرين واضح شويه. هو مهم بسيط، ماشي ليك الدرجه ولكن شويه مهم، نتمنى انه يكون واضح. ولكن كان شي حاجه ما واضحه يمكن لكم تخليوها في التعليق، ونخليكم على خير، والسلام عليكم.